للحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد. دكتور حامد، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، يقول إن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ سيؤدي إلى عواقب وخيمة، ولكن هنا كيف يمكن أن نتوقع رد فعل روسيا على هذه الخطوة؟ اهلا وسهلا بك وتحياتي لكل المشاهدين. سيدي العزيز، اولا وزير الدفاع الروسي ده طبعا ده يعني هو اكثر منافق، لانه الحقيقه هم النهارده والجنرالات الروس كلهم يعني اعتقادي في فرح وعرس، لان هم كانوا الوراء تقويض هذه المعاهده. نعم. لان هم يعني بيعملوا من مده في التحايل من ايام الرئيس اوباما. الحقيقه نقدر نقول ان الرئيس اوباما حاول يتعامل بالدبلوماسيه، وطبعا الدبلوماسيه يعني وزاره الخارجيه الامريكيه عملت مع كل الحلفاء الاوروبيين، لكن يبدو ان كان في شيء من التباطؤ او الاهمال لهذا، لاشتغالهم باشياء اخرى كثيره كمشاكل في الشرق الاوسط وانفجارات الربيع العربي وخلافه. لكن لما جاء يعني طبعا ترامب متهور وسريع الغضب والى حد كبير بيستمع للمؤسسه العسكريه، للاسف المؤسسه العسكريه الامريكيه دائما يعني فيها صقور كثيرين، وهؤلاء الصقور يدفعوا الامور الى حد يعني الى حاله من الالتهاب. ده طبعا الى حد كبير نقول مشكله في امريكا الحقيقه من عصر ايزنهاور، ان المؤسسه الصناعيه التي تخدم المؤسسه العسكريه في حاله من السواء، يعني لاشعال فتيل الحروب، لان ده طبعا مهم للمؤسسه العسكريه. طيب دكتور، على ذكر يعني هناك ربما من يدفع باتجاه الحروب في هذه المنطقه، ولكن هناك من يرى ان التهديدات الروسيه هي التي اعطت مسوغا لنشر صواريخ في اوروبا متوسطه المدى وقصيره المدى. دكتور حامد، هل تذهب في هذا الاتجاه؟ لا شك طبعا. الروس يعني وبوتين بالذات بيتحرش دائما ويحاول، يعني هو دي طبيعته يعني هو تلميذ المدرسة المخابرات، وهو انسان يعني يعلم ان حجمه حاليا لا يعطيه القوة بتاعت القوة العظمى في ايام السوفيت، لكنه عنده ما يكفيه من القوة انه يصبح دائما عقبة او يعني احنا بنسميه سبويلر، يعني هو المفجر، يعني لا يستطيع صنع السلام، لكن يستطيع ان يعقد الامور في كل مكان، كما راينا مثلا في الساحه السوريه. يعني هو لا يستطيع ياتي باي شيء ايجابي، لكن هو ممكن يعقد الامور. طيب دكتور، لو ناخذ الامور من جوانبها كافه، هناك راي اخر يعتقد ان تسليم روسيا لمنظومة الدفاع الصاروخي S-300 إلى النظام السوري هي التي أدت إلى هذا الانسحاب، هل تتفق مع ذلك؟ والله أنا طبعا بالنسبة للنوايا الروسية أنا لا أثق فيها ولا أحد يثق فيها، لأن هم دائما زي ما بقول بيحاولوا أنه يأخذوا دور أكبر من حجمهم في أن هم بيفجروا المشاكل في كل انحاء العالم. واحدهم طبعا كانت في سوريا، يعني قفزوا ووضعوا لهم مكان، واصبح دلوقتي التخلص او يعني الخروج من الازمه بدون موافقه الروس هيبقى شبه مستحيل. فلذلك وهم على استعداد دائما ان هم يستثمروا اموال في هذا. بالنسبه يعني كان في بطء في ايام اوباما وفي تعكر في ايام ترامب، اذا يعني حاولنا نلخص الموضوع، كانت الدبلوماسيه
يعني بطيئة في عصر أوباما، وتقريبا لا يوجد تواجد للضغط العسكري. الآن عكس الموضوع، الضغط العسكري الأمريكي قوي جدا ومندفع، بينما الدور الدبلوماسي تقريبا غير موجود. كان المفروض أن يعني الضغط يجيء من أمريكا وأوروبا في مجال الدبلوماسي، إلى جانب طبعا التهديد بالتصعيد يعني. لكن للأسف إحنا بنعاني من هذا الطموح اللي موجود حاليا في البيت الأبيض. طيب دكتور، لو أخذنا التصريحات، الرئيس البوليفي إيفو موراليس يقول بأن تهديد ترامب بالانسحاب من هذه المعاهدة يشكل تهديد للعالم، هل باعتقادك يصل الأمر إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب؟ مواجهة عسكرية ممكن، لكن ليست بالحجم اللي كان أيام الحرب الباردة، اللي هو ما بين الاتحاد السوفيتي كقوة والغرب برئاسة الولايات المتحدة. هو حاليا المحتمل، هو نرجو من الله أن يحدث، إنها هتحدث استعمال نووي، استعمال للأسلحة النووية، بس هيبقى محدود في إقليم واحد، أو كما رأينا أيام كرايميا. أيام كرايميا الرجل بوتين هدد إن هو كان مستعد دائما، وفعلا هو كان مستعد، لكن قبل هذا طبعا الولايات المتحدة الأمريكية والجيش الأمريكي استعد حاليا اللي هي البي 4 دي، اللي هي بتحمل يعني رؤوس نووية. عندهم وعملوا مناورات حول القطب الشمالي واطرافه، دي كلها حول استعراض العضلات واثبات ان في يوم واحد احنا ممكن نرفع 4 طائرات هذا الحجم، اللي هي فيها كل واحد 20 راس نووي، يعني ممكن تضرب 80 يعني هدف استراتيجي داخل اي مكان. نعم دكتور. روسيا او داخل روسيا لواشنطن، لكن لن تأتي حرب شاملة. نعم دكتور، من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد، شكرا جزيلا لكم.